كل واحد من هذول مش مشتركات في طايب وطايبتيل يعني تخيل هاي، انت تخيل هاي كذلك ممكن يكون حجم تخيل هذا تيل مزبوط، هذا التيل تخيل هون نعرف انه كل استر حطينا كل السبجكت صح. هلا السبجكت الها بريديكت، البريديكت صار كل واحد من هذول طايب هاي حطيتها هون، التايتل حطيتها هون، الاوثر اها ما حطيتهاش، افترض انه بدي احطها، الكوبي رايت بدي احطها، الارتست بدي احطها، اللانجوج بدي احطها، كذا ايش بصير كولم في هذا التيبل؟ كثير. طيب مش مشكله حتى لو صار عدد صار كل عدد البريديكيت عندي هون كل بريديكيت بعمود حطيته بعمود، على فكره مش هذه المشكله. المشكله طيب هذا معبي عدد داتا نلقى انه هذا التيبل فيه كثير فراغات. ليه؟ لانه وين انت بتكون هذول التيبلز ملاني؟ اذا كانت الجراف فيري ستراكتر يعني كل نود تشبه الثاني بزبط. هذا هلا شو اجت اوراكل كانت؟ كانت اوكي بعمل هذا التيبل، هذا اللي بنسميه سبجكت بروبابيلتي ماتريكس، سبجكت بروبابيلتي ماتريكس، لانه هذا التيبل على فكره مش للبوكس لاي سبجكت. بعمل هذا التيبل وبقدر اعمل تيبل ثاني زي يعني بعمل كاتيجورايزيشن لا السبجكت اللي البريديكت تبعتها بتتشابه بعملها بتيبل، وبرد اعمل كمان يعني بحلل، هم باختصار بحللوا الداتا بيلكوا انه السبجكت هذول بيشتركوا في هذول البروبريتيز بحطوهم بيعملوا واحد زي هذا، بعدين كمان هذول السبجكت بيشتركوا ايش؟ هذول البروبريتيز، وهذول السبجكت بيشتركوا بهذول البروبريتيز. هلا بعدين شو بيساووا؟ بيعملوا اللي بيقدروا عليه، واللي بيضل بحطوه في شيء ليفت اوفر كريبلز، يعني اللي بيضل نحطه في تيبل اسبيه. هلا لما نيجي نعمل الكويري هلا الكويري اوبتمايزر كيف بيشتغل؟ بيقول اوكي بعملش الكويري هون، بعمل الكويري هون. اه فعلا هذا جونز بيلي. دكتور الكرامة شو المشكلة يعني بالسبيسز بالتالي كل ما كانت الداتا very far very sparse يعني كثير مش فيش فيها تشابه البروبابيلتي تبعتها، كل ما كان حجم التيبل الفراغ فيه كثير بتتاخر بتبني رو في الروها اللي بجوز يبقى 150 فيل بجوز يبقى كذا فاليو فيه واحد او اثنين وهذا يبقى في واحد وهذا فبتضطر يعني بصير يعني ببطل له فائده لما تيجي يعني بتضطر ساعتها تعمل عليه جونز الثاني عشان تلك اشياء فتضطر يعني ما تلك اشياء كثيره تشبه بعض. دكتور مثلا في هذه الحاله الاوتر جون مش عندنا مشكله، مثلا اذا كنا بنسوي جون سن هوش اوتر وانر وسيلف لانه من اخر جون جون احنا نحكي على كوبليس جون مع مين؟ يعني انا الطبيب مثلا بيكون جون عليه مع اي شيء ثاني، يعني انا بقول له مثلا يعني خلينا نضرب مثال بسيط من حياتنا، انه انا في عندي موظفين وعندي دوائر. في عندي دوائر دائما لسه جديده تسوت ما فيها موظفين، فانا بقول له روح جيب لي كل الدوائر اللي بالشركه وجيب لي موظفينها، فبالتالي شو بسوي؟ بروح بجيب لي كل دائره مين عندها والموظفين اللي فيها، بس اي دائره فيش فيها موظفين ما بجيبها، عشان هيك بستخدم شيء بسموه الاوتر جوين يعني فوق البلس. هذا اذا كانت بين التو تيبلز مختلفين، اذا كان نفس التيبل اللي بتعمل عليه جون انر ولا اوتر ولا اللي هو نفس الشيء بنسميه سيلف جون. حلو، هلا كمان بالنسبه ل يعني انه من ناحيه منطقيه اذا انا باخذها انا زي ما فهمت انه اذا بكون عندي سبيسز كثير يعني عندي 150 كولوم زي ما تفضلت وانه انا في عندي بس تو كولومز ملانة بس مش هو السبيس ما باخذ سبيس يعني انا ما بقدر المشكله مش تخزين ما باخذ سبيس المشكله مش تخزين انه يعني بيطلع عندنا التخزين وين او ليش عندك مشكله تخزين بيطلع حجم الاندكس صار مهم نسميه اندكس محل الاندكس صار مهول افرض كنت انا بتحمله يا سيدي بس مش هاي المشكله مو برضه في كل شيء كثير يعني زي مثلا برضه لما بيطلع هذا التيبل كثير كله مع مارس بفيد كيس كثير ما خلص ما حلتش مشكلة انت هون برضه يعني كان كله وقت يجيب لي الكتب اللي فيش لانه اوثر يعني اكزامبل دومي اكزامبل اه لا بتجيب لك اللي الاوثر تبعه نار لا
لا لا لا لا مش هون. اذا كانت الكويري فيها 1 اور 2 جوينز هذا سهل بقول لك تمرش اندكس. هنحكي الكومبلكس وين بيجي؟ لا بالجوين كمان مره مش بالجوين مش بحجم الدال بالجوينز الجوينز الاكسبوننشال وين هو صراحه حجم الجوينز مع الدال. فهاي سوليوشن تبع اوراكل هذا هذا الرجال في تقدروا ليش انا طلبت ورقه تعمل انستليشن لورك الليرنجيه وهذا الرجال حتستعملوا هذا اللي بنسميه في ورقه الليرنجي اسمه سيمانتيك ورقه سيمانتيك تكنولوجي اسم التقنيه هاي في ورقه سيمانتيك تكنولوجي في طريقه في سكريبت تعمله رن على الورقه اللي عملت لها انستليشن بنتج بعدين بتطلع لك كلمبول تيبل خزن الكلمبول انت خلص كثير عندك اس بي او تيبل خزن الكلمبول ها بعدها عمل كويري بيطلع سر هلا هو انت ظاهريا ظاهريا كمان مره انت كمبرمج بتعمل هاي الورق السيمانتيك تكنولوجي وبعدين بتعطيك تيبل بتخزن الكلمبول اس بي او تيبل هلا بتعمل كويريز عليه ما في مش بس كيو ال شيء بلغة مبسطينها يعني هم ايه شيء بيشبه الاس كيو ال تعديل على الاس كيو ال اللي بسميه تيبل فانكشن سيمج وهناك لما تعمل كويري بتطلع سريع اسرع مما انك انت تعمل على الاس بي او العادي بيطلع اسرع هذا السوليوشن تبع اوراكل ممكن السبجكت يكون هو نفس اوبجكت يعني نعم العمود اللي حاطه دول اي دي 1 و 2 و 3 و 4 ممكن يكون اوبجكت نعم يعني قصدك السبجكت بيرجع لنفسه يعني بيرجع بلف وبيرجع لنفسه ممكن كمان مره فبالتالي في انه الريدندنسي راح تكون موجوده برا يعني هاي وغيرها جراف هذا جراف ما بتعرف كيف شكله جراف اسمع كل شيء فيه طيب الحل الثاني في طريقة أحسن من هيك أو الدعوة اللي عملوها أنهم أحسن من هيك لما قارنوا بالنتائج قالوا إحنا أحسن اللي بنسميها السي ستور يعني هاي الشركة ناس يعني طلعت من جامعة أمريكا مش متذكر جزء من الناس مش متذكر قال ويل تيرهم بلاش نعمل السبجكت بروبريتي ماتريكس اللي عملتها أوراكل هاتوا نعمل حل ثاني كيف طلع لي كل التريبلز هون اللي طيب 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 طلع حطهم في تيبل لحال اسمه طيب كل دي واحد طيب تبع ابوك وهيك طلعهم لحال بعدين اعمل تيبل ثاني سميه طيب فصار هذا تايتل تبعه هون تيبل ثالث سميه كوبرايت تيبل الرابع سميه اوثر تيبل الخامس سميه ارتست تيبل السادس سميه فكمت التيبل تبعك ووزعته على ايش على التيبلز هذا بنسميها فيرتيكال بارتيشن شان الفيرتيكال بارتيشن انه احنا جبنا هذول يعني كسبنا هاي هيك هاي التكسيري بعدين تلغي هاي لان هذا بصير اسم التيبل بصفي عندنا تو كولونز او عددهم ان من التيبلز اللي تتكون من تو كولونز ليه قديش هاي ان شو تساوي الان هاي عدد البروبرتيز يونيك بروبرتيز هلا وين هاي الحلاوه احنا داتا 100 مليون قسمناها نفترض جدلا ل 500 تيبل يعني عندنا 100 مليون ريكورد بس كم بروبابيلتي تكرر عندي؟ 500 قسمنا قديش 100 مليون على 500 يعني كم تقريبا كم خلينا نقول
500 مليون سوري 100 مليون على 500 وكأنه صار عندي 500 تيلي كل واحد فيه كلبه 200 هلا افترضوا انه انا عندي كويري بدي امثلها من 4 جونز كويري من 4 جونز لو بدي امثلها هون شو بصير عندي 100 مليون ضرب 100 مليون ضرب 100 مليون ضرب 100 مليون صح؟ كده بيطلع نرش نكرر الرقم نرش نحسبه هذا بيطلع حجم تاني هلا ولكن لما نعملهم هيك تعمل انت وكانك عملت جوين مع هذا التيبل اللي فيه 200 مليون 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 فبيطلع 200 مليون 200 مليون قلنا 200,000 بيطلع 200,000 ضرب 200,000 ضرب 200,000 ضرب 200,000 انا اصغر شو رايكم بهذا الفكره؟ وين مشكلتها اول شيء؟ وين مشاكلها؟ وين ترى في شيء شيء كامل بس وين نقطة ضعفها؟ 500 على فكرة 500 ممكن يزيد كمشكلة ممكن يزيد يعني إذا الواحد يقسم على 500 تيبل لا نص السكيمة بتجي يقسمها على 20 تيبل أتمنى هذا أحسن كثير أما بيصير مانيوال يعني الفكرة إنه بيصير أوبتمايزيشن أحسن بدل هي لو يجوا هذول تيبلز برجع لقصة أوراقي في منه بس اللي بقوله انه حجم اوكي اذا كانت الداتا لا على فكره اذا كانت الداتا مش مهم يعني تيبل بصراحه يعني فيها يعني انت تاخذ داتا بس 500 تيبل يعني كبير طب قديش يعني كبير 1000 تيبل في عندنا 6 7000 سكيم واحد عندكم جوال 6 7000 تيبل وهذا بالضبط حل مشكله الفراغات سرعات حل مشكله الفراغات ما فيش فراغات وزادوا مشكلة الجهد لا بالنسبة للرقم مش دائما هي بحالها حسب الداتا إذا الداتا إذا الداتا فيري سبارس يعني بتختلف كثير هون منيحة يعني إذا السبجكتس إلها نفس نفس البروبابيلتيز وركب بتطلع منيح إذا الداتا هون حلالتها وين؟ إيش؟ بتحل مشكلة إنه الداتا مش مشكلة يعني بس ما يبكاش في يعني ما يبكاش مهول ما يبكاش عشرات آلاف التيبلز طلع لنا 2000 كوم برضه السوليوشن مش بطال على فكرة هذا السوليوشن مش بطال هو مشهور طب سؤال الواتشنج بالجوكر ما بيساعد؟ لا يعني في شيء اسمه ريسك بارتشنج نعم اطلع وقت بصراحة بيجي جد الطلاب معك بس أنا بجاوبك بسرعة هو بيسأل سؤال انه هل البارتيشنج اللي في الاكل بفيد في هنا انه بدل 100 مليون باجي بعملهم بارتيشن لخمسه بارتيشنز بالجوينز نفسه ولا على العكس بزيد المشكله افرض هيدا وجدتك رو بدك اياه في بارتيشن الاول رو في بارتيشن الاخير تقدرش تعرفش الروز اللي بدك اياه هنا بارتيشن لا لا طيب هذا الحل الثاني الحل الثالث معلش معناه يعني لو معي وقت كان ضمن ما كانش عشان نستخرج حل احسن أجوا ناس من ألمانيا قالوا بدنا نطلع شيء اسمه RDF3X ادعوا طبعا أنا بقول لكم ادعوا هذا الأرض كيس تبعتهم بعرف إيش إنه هاي الحل دعاهم صالح مش صح ولا مش صح بس عملوا اكسبيرمنتس الأرتيكل قالوا هذا الحل وانتشرت في المين تي في فقال لي أنا صدقت شو حكوا قالوا ما بيلزمش لا هذه هيك ولا هاي احنا بدنا نيجي على التيبل تعرفوا على فكرة بتعرفوا شو انتو اندكس؟ انا ما بعرف شو اندكس انت في الداتابيس كيف اصلا؟ صراحة بتعرفوا شو اندكس؟ كريت اندكس تعرف شو فلسفة الاندكس؟ نعم ديما نعم بتعرفوا شو بي 3 اندكس؟ او هاش اندكس؟ Well, the indexes in databases عبارة عن أول شيء لما تعمل هاش إندكس أنت تبسط الأمور أنا بديش أحكيها كثير يعني خليها بدي أحكيها خليها مبسطة كثير بس لازم تقرأها كثير يعني أنا مش لازم تقرأها
ما تعملهاش اندكسيتي بتاخد الفاليو وبتعطيها رقم. ولما بدل ما تعمل سكان عليها وتصير تدور عليها وين هي؟ فالرقم اللي بيطلع عندك بقول لك روح هناك. والبي 3 بعملها زي القاموس زي القاموس. برتب الداتا ترتيب ترتيب كيف يعني؟ يعني بيجي على الداتا بيقول مثلا انا عندي تيبل بدور عليه تري اندكس تيبل فيه اسماء الطلاب اسماء الطلاب فيه هيك ارقام الطلاب واسماء تيبل او رقم هويته واسم وقدام الاسم على الاسم شو بصير هنا؟ اها يعني اول شيء بروح ارتبه ترتبه ترتيب ابجدي بحيث لما بالبحث بتعامل معنا لما اقول له ديما ما بروحش ادور على حرف ال A كمخزن عنده انه وين دي هو موجود بروح على الدي بعدين بيجي الاي بعد الدي بيجي الاي هلا بروحش على الدي اي دي اي بجوز كالف واحد بعدين دي بي بعدين لا بروح بعدها على الاي فهو عمليا مباشره يعني باختصار زي ما انت كيف القاموس احنا بالمدرسه بكينا مقسمين حرف الاي لحال وكانه هيك هلا فانت لما تبحث عن كلمه كلب القاموس كم صفحه بتكين بتكين اول شيء تروح على الاي بعدين الى اي سوري تروح على الدي بعدين تروح على الاي بتاكد مثلا مثلا عندك 100 صفحه كل الحرف دي تروح على اول واحد شوف الاي او ار اي اي تي جي بالمنطقه هذيك تقريبا تقريبا فبتروح عليها تلقى حالك لازم ترجع لورا وتقدمها قدام خطوه بس مش خطوه ترجع عليهم واحد واحد فهي حاله كلنا عم نستنى بدل ما نبحث عليه شكا عليه كل واحد واحد فنروح عليها لحد ما ها هذول شو اجوا كانوا البي 3 اندكس كانوا اوكي على فكره هلا بالمناسبه لما انا عندي تيبل اسمه اس إيه سوري لما عندي تيبل في ارقام هويه ارقام هويه الشخص واسمه واعمل يعني تيبل تو كولمز تيبل تو كولمز واعمل عليه اندكس على اس على رقم الطالب واندكس على اسم الطالب الكمبيوتر الكمبيوتر شو بيساوي؟ بروح بوقت التيبل كله التيبل كله بيخزن بس انت بتشوف شو عم تخزن بيخزنه كله اذا بتعمل على هاي على اول في على اول كولو بيخزنه كله بس التيبل بيكون مرتب حسب الاندكس حسب الاندكس هاد مرتب ومحطوط على جنب طب رد اعمل اندكس ثاني على اسم الطالب نفس الشيء برد بعثة التيبل كمان مرة نسخة ثانية منه قد ايش صار النسخة؟ ثلاث أصلية بحطها على جنب طيب تقدر كمان تعمل اندكس على رقم الطالب واسمه صح؟ فشو بيساوي؟ مع بعض باخذه كمان مرة التيبل وبعمل بحط اسم يعني على اثنين يعني كيف بدك تعمل صور على لجدول حسب تو كولونز مش كمان واحد فبرضه باخذه وبحطه وين؟ نسخة رابعة هذول اول بس لو عندي تيبل من تو كولونز هذول اول بسبل اول بسبل اندكسز للتيبل هلا وعلى فكرة بعدها انت لما تيجي تعمل كويري على التيبل على فكرة بعملش كويري على التيبل بس اسمه كويري اوبتمايزر يوشن بلان كويري شو تساوي؟ بتروح بتكون هذول في عندي اندكس الفلاني الفلاني معناته بحل الكويري وبكرر على انه اندكس يستعمل اكسبلين بلان الاكسكيوشن بلان الاكسبلين بلان هذا الفيور احنا عندنا بنسميه اكسبلين بلان هلا فبحل الكويري تبعكم وبكرر انه اندكس يستعمل وبجوز يعمل جون بين هذا الاندكس وهذا الاندكس فهو انت من جوا بتشوفش بس انت بتفكر حالك تعمل على انه هو سيء على التيبل تبعك بس تبدا
وعلى فكره هاي الفايل كمان مره اي تعديل بتسوي على التيبل الاصلي شو بيساوي؟ مرات بهد الام اس ورد ابني بالضبط عشان انت فمرات بكون اذا كان عندك تيبل عليه اندكس وعلى كول معين وانت عندك تعديل كثير على هذا التيبل على هذا الكولر بيطلع الابديت ستيتمنت بيطلع ايش؟ بطيئة. طيب على ايه؟ هذول عندنا الاس بي او تي هذول الجماعه شو اجوا كانوا؟ زي ما حكى مين منكم حكى؟ احمد؟ لا حكى اول شيء الاي ديز انت حكيت انه مزبوط فكان وي ريبليس اول ليترالز والايد اي بنحول التيبل اول شيء لايش؟ لارقام ونعمل ديكشنري يعني نعمل ناخذ الارقام ونحط شو الفاليو تبعها صار عندنا الاس بي او شو هو عباره عن ايش؟ ارقام هم انتم ما تعرفوش شيء جديد لما رحت بتساوي ايه؟ والسي ستور بتساوي يعني انا ما تذكرت ايش برضه يعني هاي باي ديفولت الكل بيساوي النقطة الثانية بعمل اندكس على الاس واندكس على البي واندكس على الاو بعدين بعمل اندكس على الاس بي وعلى الاس او وعلى البي اس وعلى البي او وبعدين بعمل على الاس بي او وعلى الاس او بي وعلى البي اس او وعلى البي او اس يعني وهذا المجرد على كل بوسيبل اندكسز بعمل على فكرة شو الفرق بين اندكس على اس بي او واندكس اس او بي يا حنين؟ ترتيب كيف يعني؟ مش نفس الاندكس